ماذا هذا الفيلم وفي هذا الوقت، وماذا رأيت من مضمون هذا الفيلم؟ حضرتك بالنسبة للوقت، هو أطلقوا الفيلم يوم 14 سبتمبر الحالي. نعم. يوم 14 ده يعني قبل 5 أيام من ذكرى حرب أكتوبر. نعم. طبقا للتوقيت العبري. ذكرى حرب يوم كيبوريم ده يوم 19، يعني أظن أول امبارح. فهو في نفس الأسبوع أطلق الفيلم. ده بيوريك أنه في نية مبيتة، أنه هو بيطلقه في مناسبة هزيمة محققة بالنسبة له، تعرض فيها لخداع استراتيجي لا يستطيع إنكاره، مش قادر ينكره. لأنه هذا الخداع الاستراتيجي أدى إلى شل أهم محور لمحاور الثقة والقوة الإسرائيلية، ألا وهو محور يقظة المخابرات وقدرتها على تقديم انذار حول نوايا العدو قبل ان يشن هجومه على الاقل ب 72 ساعة. انت بخطة الخداع الاستراتيجي اللي قادها يعني زعيم عظيم جدا في تاريخنا المصري، وارجو ان ياخذ حقه كما يجب، وهو الشهيد الرئيس محمد انور السادات، ادار هذه الخطة باقتدار شديد. الخطة حققت أهدافها بالكامل، لأنك أنت ضبطتهم وهم في حالة من عدم الاستعداد الكلي، رغم أنهم بيقولوا أنهم تلقوا أخبار والكلام ده كله، إلا أنهم ضبطوا زي ما بيقولوا وهم يعني في السرير لسه نايمين. ترتب على هذا كل المشاهد اللي احنا شفناها في الجبهة. خطة الخداع الاستراتيجي أدت إلى انه المخابرات اتعطلت، دورها خلاص اتحيدت، ما عندهاش قيمه. النتيجه الثانيه لنجاح الخطه هو انك استطعت ان تفتح النيران في التوقيت المناسب لك دون ان تتعرض الى اي عمليه اجهاض، لانه محور الثقه الثاني عند الاسرائيليين بعد المخابرات ان المخابرات هتنذرني قبل 72 ساعه ان مصطفى بكر هيضربني. فأنا قبل 72 بعد ما تلقى الخبر في خلال ال 72 ساعة هكون ضربته بالطيران، هكون أجهضت محاولاتك إنك تهاجمني. ودي نظرية الأمن الإسرائيلي اللي هي توجيه الضربات الاستباقية للعدو قبل أن يبدأ أي محاولة عدوانية. حتى الطيران لما جاي يشتغل بعد الهجوم المصري ما بدأ والعبور بدأ والجبهة السورية اتفتحت عليهم، وجد أنه لأول مرة في تاريخه مشلول. بفعل حائط الصواريخ المصري تساقطت الطائرات، القوات المصرية بتعبر في أمان، ما فيش أي سيطرة جوية إسرائيلية كالمعتاد. صحيح. فالحلم الإسرائيلي تبدد، إحساس الثقة في الذات انهار. المحور الثالث للثقة هو انه بعد ما هضرب بالطيران ضربة اجهاضية هكون جمعت قوات احتياطي. صحيح. وده بيلزمني فيها على الاقل 24 ساعة. وادفعها لتسحق بقايا القوات العربية التي قصفت بالطيران. يبقى لا المخابرات انذرت، ولا الطيران عرف يلعب دوره بعد المعركة، ولا الدبابات عرفت تعمل حاجة، لأنه جميع محاولات الهجوم المضاد التي قادتها هم كان 3 فرق في سيناء، فرقة ناحية بورسعيد ويقودها أفراهام أدان. نعم. وسموه بيرن، بيدلعوه بيقولوا بيرن. وفي الوسط قدام إسماعيلية أرييل شارون، وبيدلعوه يقولوا أريك. وفي ناحية السويس أفراهام ماندلر. الثلاث فرق المدرعة دي حاولت إنها تقترب من حصون خط بارليف لإنقاذها. كانت النتيجة أنك أنت كنت مجهز لنفسك ومجهز له مفاجأة جديدة، اللي هي مفاجأة الصواريخ المضادة للدبابات. وفاكرين إحنا البطل العظيم، أظن كان اسمه عبد المعطي، عبد العاطي ابن البحيرة، صياد. صياد الدبابات. صياد الدبابات لوحده عمل 23 دبابة. نعم. يبقى المجموع ده بيقول ايه؟ بيقول انه في حالة انكسار.
وفي حالة هزيمة حقيقية. هتقول لي بعد كده ان هو تطورت المعارك والكلام ده وعدى وعبر وعمل ثغرة، كل ده بالنسبة لي كدارس للوثائق الإسرائيلية ودارس للحرب دراسة جيدة. أنا حضرتك عارف إن أنا يعني مولود عشان أحارب، يعني كله ميسر لما خلق له. نعم. فأنا ربنا بعتني كده للأرض دي عشان أحارب من أجلها. نعم. فأنا بذاكر الحرب أكتوبر من كافة الزوايا. بدرسها من ناحية الأدب